السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوانا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. في موضوع حديثنا حول الكاندي، ما هو الكاندي ومتى يحضر ومتى يستخدم؟ هل الكاندي مثل العجينة البروتينية؟ هل الكاندي يغني عن المحلول السكري عند استخدامه؟ متى يتم استخدام الكاندي وما الهدف منه؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي الكريم الدكتور أشرف. يعني أنا في هذه المجموعات دكتور أشرف، يعني كما يقولون نلتقي لنرتقي. فهنا حديثنا عن الكاندي وعن العجينة البروتينية. فلو جينا معنى كلمة الكاندي، وأنت أكيد يعني بتعرف هذا الكلام، إنه الكاندي هي كلمة أجنبية ولكن ترجمتها للعربية معناها الشيء الحلو. فعجينة الكاندي هي بديل التغذية السائلة، والتغذية السائلة هي عبارة عن سكر يتم إذابته في الماء مع إضافة بعض المنكهات، خلينا نقول عادة يضاف إلى الليمون أو الخل حتى لتعديل البي اتش لهذا المحلول. في هذه الحالة يعني سواء يعني ضفنا الليمون أو الخل بنكون اكتفينا، لكن بعض النحالين بحب يضيف أشياء أخرى لهذا الكاندي وفي هذا المحلول السكري. بعض النحالين يضيف الكركم، بعض النحالين يضيف منكوع زعتر، منكوع الشيح يعني. لكن إذا أضفنا شيء واحد أو شيئين أو ثلاث من هذه الأشياء اللي بضيف النحالين، هنا نكون يعني قد اكتفينا بالهدف من تقديم هذه التغذية للنحل. هذا بالنسبة للسائل، والسائل هو طبعا بديل الرحيق، ومهما اجتهدنا مش رح نوصل إلى بديل الرحيق الكامل. أعتقد يعني من وجهة نظري الشخصية أنه يعني ما في داعي أن نحط في التغذية السكرية البروتين. وأنت حضرتك ذكرت الخميرة، خميرة المخابز، وخميرة المخابز هي بروتين، ونسبة البروتين فيها ما بعرف، أنا ما عندي معلومة صحيحة 100%، ولكن ما سمعناه من الأساتذة والمختصين في التغذية أنه عجين خميرة المخابز تحتوي على من 45% إلى 50% من البروتين. فأنت لم تذكر بتقول أنه بدنا يعني نضيف لهذه العجينة السكرية 2 كيلو من خميرة المخابز، فمعنى ذلك انه يعني بدنا نضيف الى 2 كيلو بروتين صافي، او عفوا نضيف كيلو من البروتين الصافي، وبالتالي يعني ما في نسبة من هذا البروتين العالي في العسل، ما بتوقع انه نوصل لهذه الدرجة. الأمر الآخر دكتورنا الكريم، يعني النحال يبحث عن الأشياء المتوفرة والمتواجدة وبنفس الوقت الأرخص والأسهل. يعني بس للعلم، يعني أنا مربي نحل من سنة 1990 ولغاية الآن ما استخدمت لا عجينة بروتينية ولا عجينة سكرية. في عندي طريقتي الخاصة اني انا يعني اقدر اني ما استخدم العجينة السكرية تحت كل الظروف، مهما بردت او مهما انخفضت درجات الحرارة بيكون عند النحل المخزون الكافي لحياة هذا النحل، يعني بتطلعوا من اكبر منخفض. وحتى طول الشتاء ما بستخدم نهائيا، ما بستخدم العجائن السكرية ولا البروتينية. لكن هذه المكونات اللي انت حضرتك ذكرتها اولا شيء يعني بيكون مرهق ماديا للنحال. الامر الاخر يعني ربما لا تكون متواجدة بمنطقة النحال هذا، او صعب الحصول عليها. فلذلك يعني لو اكتفينا ب
السكر المطحون بودرة، وأضفنا له كمية من الليمون أو الخل، الليمون أو الخل، وليس الاثنين معا، واحد منهم يكفي. إلا إذا كان في عندنا حالة مرضية بدنا نعالجها ممكن نحط نضيف الخل. برضو المكونات الثانية ما بعرف سعرها، وربما بعض الأشياء أنا أول مرة بسمع باسمها، يعني مثلا مثل الكوليفيت اللي أنت ذكرته حضرتك، إحنا هذا دواء بنشتريه إحنا معالجة الرشح عند الدواجن، الحمام والدجاج والطيور كلها، هذا بنستخدمه لعلاج الرشح. فما بعرف هل هو هذا اللي أنت بتقصده ولا في شيء آخر. بالنسبة للعجينة البروتينية برضو أنت كتبت مكوناتها، وخصوصا الأشياء هذه اللي أنت ذكرتها، اليانسون والقرفة والزعتر والزنجبيل إلى آخره، وكل هذه الأمور ذكرتها أنها مطحونة. ولكن يعني اسمح لي دكتور، إنه مهما حاولنا ومهما اجتهدنا بأن يعني نجيب أشياء صلبة ونطحنها، لا يمكن توصل إلى مستوى حبوب اللقاح، يعني من النعومة ما بنوصل لهذا المستوى. فيا دكتورنا الغالي، يعني لو أخذنا ملعقة من حبوب اللقاح وقدرنا أن نقسمها إلى حبيبات صغيرة، كل حبيبة على حدة، سنجد أنه في هذه الملعقة من حبوب اللقاح ما يساوي 25 مليار حبيبة لقاح. فما هي الماكينات اللي ممكن أنها تطحن لنا هذا المواد الصلبة، سواء من اليانسون أو من القرفة أو من الزنجبيل أو من الزعتر، من الشومر، من كل المواد هذه اللي بيستخدموها النحالين، ما في ماكينة ممكن إنها تطحن لنا هذه المواد بدرجة بهذه النعومة، لأنه فم النحل غير مخصص لامتصاص هذه أو للتعامل مع هذه الأشياء أو الأعجام الكبيرة. المطحون هذا مهما اجتهدنا فيه سيبقى الحجم كبير بالنسبة لحبيبات اللقاح. فلو قدر إلنا أن نستخدم مجهر ونقوم بتكبير حبيبة لقاح واحدة، فإذا ظهرت مثلا معنا حبيبة اللقاح هذه بحجم حبة السمسم، ستظهر هذا المطحون اللي معنا اللي احنا طحناه، ستظهر الحبيبة الواحدة بأكبر من حجم كرة القدم، لذلك لا يستطيع النحل التعامل معها. ففم النحل هو عبارة عن فرشاة، زي أشبه ما يكون بفرشاة الحلاقة، هي عبارة عن شعيرات تدخل هذه المواد السائلة أو المادة الناعمة جدا من خلال هذه الشعيرات، وهذه الشعيرات لا تستطيع أن تدخل هذه الأحجام الكبيرة. وإذا راقبنا مراقبة دقيقة جدا لخلية نحل بعد إضافة هذه العجائن إلى النحل، سنجد أن في حبيبات صغيرة النحل تخلص منها ورماها خارج الخلية، لأنها بتكون كبيرة على فم النحل ما بتقدر تمتصه. حتى السكر إذا في حبيبات كبيرة من السكر، يعني فيها شيء من الخشونة، عفوا، سيقوم النحل بالتخلص منها وإلقائها في الخارج. إذا كانت الخلية قوية طبعا مش راح النحال يلاحظ وجودها، لأنه برميها النحل بعيد. وإذا كانت الخلية مثلا ضعيفة أو لا زالت مثلا على إطارين أو ثلاثة أو أربعة، سيجد النحال هذه المواد موجودة على بوابة السروح أو في أسفل الخلية. أرجو دكتورنا الكريم أن يتسع صدرك لما تم ذكره، وتقبل مروري وكل الاحترام لحضرتك. تحياتي.